ابن خلدون وصف تطور مراحل أي أمة في العالم لأربعة: الأول البناء، والتاني التطور، والتالت الازدهار، وآخر مرحلة هي الشيخوخة والضعف، ودي اللي بتأدي لثورة الشعب على الحاكم. زي ما قال ماجد دلوقتي، ابن خلدون حط 4 مراحل. لو بصينا لها كويس هنلاقي إن بعد الثورة جت مرحلة البناء، ودي كانت مرحلة صعبة اقتصاديا قوي على مصر. لما دخلنا بقى حرب 56 وراها 67 طولت المرحلة دي، وبعدها بقى جه عصر الانفتاح والازدهار، ودي المفروض مرحلة تطور. وبعد كده الازدهار خد شكل تاني: المسرح، الثقافة، الصناعة، التجارة. والغريب ان احنا دخلنا المرحلة الرابعة واحنا في قلب التالتة. السرقة والفساد امراض الاوطان، الحل الوحيد ان الجسم يسخن ويعيا ويطردها. نظام قديم قتلنا، قتلنا واحنا عايشين، قتل الطموح اللي جوانا. اظن مفيش بلد في العالم ممكن حد فيها الطموح اللي جواه يموت بالشكل ده. ازاي مفيش حد فينا يقدر يحلم ان يكون رئيس لجمهورية بلده؟ واظن كفاية عليك وعليا كده النهاردة. يلا اشوفكم المحاضرة الجاية. ان الماضي الذي يلاحق الامير هو لحظات من المجد والسعادة، خليط من الحب والامان. لم يدرك الأمير أبداً إن الوقت سيسرق منه الحياة ويهديه الوحدة، ولكنه لم يكن يملك الدليل. الطريق الذي سيهديه الانتقام، حتى حمل له طائر الأحلام كتاباً، كتاباً جاء من مملكة بعيدة أبعد من أي مكان كان يدركه الأمير. عهد جاء من مملكة بعيدة أبعد مما كان يدركه الأمير، جاء ليحكي رحلة مماثلة لرحلته، رحلة منتقم في البحث عن الخلود. يا رب يا ولادي، ربنا يكرم، يا رب فيكوا الصحة، يا رب حبب فيكوا خلود، يا رب يا ولادي فيكوا شر اللي يأذيكوا، فيكوا شر ولاد الحرام، يا رب يا ولادي يستركم في الدنيا وفي الآخرة، يا رب يا فريد يا ابن وجيدة يهديك يا رب ويصلح حالك، يا رب يهديك ويرضيك يا حبيبي يا ابني، يا رب يا رب اسمع مني، يا رب يا رب وقدرتك وعظمتك تخلي لي ولادي وتطرح فيهم البركه يا قادر يا كريم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. حرم الايمان جمعني يا قمر. قول لي انت كنت بتعط فين لغايه دلوقتي؟ ماما حرام عليك، انت لسه قاعد على سجاده الصلاه. وهو ده ماله؟ ماما ممكن اسالك سؤال؟ اسال. هو انا وحش قوي كده؟ مين قال كده؟ ده انت فل الفل، انا بس اللي اقول كده، انما اي حد تاني اقطم لك رقبته. اه محدش قال، بس صعب بحس اني وحش. لا يا فريد، احنا ما اتخلقناش ملايكه، في الابيض وفي الاسود، ولازم نغلط عشان نتعلم من غلطنا. وانا بعمل حاجات غلط قوي. ها والله انت اللي تقدر ترد على السؤال ده. طيب عايزه حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبي مع السلامة. صباح الخير يا دكتور. طب صباح الخير يا احمد، تنفع دي؟ معلش انا عارف انك زعلان ومتضايق، بس انا حاولت اتصل بيك بس انت ما كنتش بترد. انا بس حصل لي ظروف امبارح انت بقالك سنين بيحصل لك ظروف يا فريد، من وانت عيل صغير لما ابويا ولا امي يسالوك عن حاجه عملتها تقول لهم ظروف. انت عارف انت بيحصل لك بلاوي وظروف ليه يا فريد؟
لانك متخيل انك متحكم في كل حاجه في حياتك. بتحصل لك ظروف لانك مستهتر، لانك بتضيع وقتك. ارهنك انك كنت بتعمل حاجه غلط، ورهنك انك كنت ناسي انك لازم تكون هنا في ميعادك، مع اني نبهت عليك الف مره. شفت؟ شفت بقى اني عارفك كويس وبعرف اقرا اللي في نافوخك اللي زي ما هو ما كبرش. يا احمد انت اللي عايزني ابقى على مزاجك. انت ناسي ان انا بني ادم وعندي حياتي ومشاكلي اللي تهمني جدا، واضح انها ما تهمكش خالص. ما عشان كده مش هسيبك براحتك المره دي يا فريد. انا صبرت عليك كتير، كل مره اقول معلش هيقدر النظام والشغل بس ما بتقدرش. عشان كده انا هحاول كل الشغل اللي عندك على حد تاني. كفايه بقى غلط لحد كده. مش انا بس اللي بغلط يا احمد، وغلط عن غلط يفرق كتير قوي. انا ممكن اكون مستهتر بحياتي زي ما انت بتقول، بس على الاقل مش مستهتر بحياه البني ادمين التانيين. مش بستغلهم وبموتهم عشان خاطر مصلحتي. قصدك ايه؟ قصدي رضا يا احمد، رضا اللي بيموت وانت مخبي عن كل الناس عشان العلاج بتاعك يمشي وما يقفش، عشان اتفاقك مع منصور المليج ما يتعطلش. اتجننت؟ ازاي تقول لي كده؟ انا ما اتجننتش، انا عرفت الحقيقه يا دكتور. امبارح بالليل لقيت عينات رضا القديمه والعينات الجديده، وعرفت طبعا ليه رضا بيعيا زياده، عشان علاجك مش مقصر فيه. انت مصر تتهمني باي طريقه؟ مصر تطلعني مجرم؟ انا ما عملتش حاجه في رضا، ولا ممكن اعمل كده في عيل صغير؟ انت ايه؟ ما تعرفنيش؟ مش حاسس ان اخوك اللي ابوك وامك ربوه زي ما ربوك؟ في ايه؟ الفيروس اتحور جوايا يا فريد، عادي بتحصل. لا مش ممكن تحصل. لما يكون رضا بيتحسن وفجاه يعيا زياده، يبقى التجارب بتاعتك هي اللي عيته. انت اخترت رضا عشان تجرب فيه العلاج، لحد ما الكبد بتاعه باظ. يا احمد احنا اخوات، مش مهم انت عملت ايه وما عملتش ايه، انا كده كده مش هسيبك. لو مش عايز تقول لي مش مهم، ولو فعلا دي مش غلطتك يبقى انا اسف. فريد انا مش هقولها لك تاني ابدا، انا ما عملتش حاجه في رضا، ولا يمكن اعمل حاجه اخاف من ربنا انها تترد في بنتي. اظن مش محتاج احلف لك على مصحف. يا احمد انا خايف على رضا بس. وانت شايفني بسهر وبغلي وبرق زيك؟ ما انا قاعد النهارده بدور على حل لراخ. يا اخي اشتغل معايا، اشتغل فريد، اشتغل معايا عشان خاطر نفسك وعشان خاطر ابوك الله يرحمه. ولو ده مش كفايه بالنسبه لك يبقى عشان خاطر الواد اللي صعبان عليك، لانه صعبان عليا انا كمان. فريد مفيش وقت، ورضا مش هيعيش كتير. الله بن هايل. استاذ رمسيس، انا والدي الله يرحمه كان في حاجتين مش ممكن يفارقهم، والدتي طبعا وفنجان القهوه التركي. كان بيجيب البن من مطاحن في العراق. في العراق؟ العراق ارض بابل، ارض السحر والاساطير، السجاجيد اللي بتطير والعفاريت. تفتكر الناس كانت بتشرب بن شكله عامل ازاي؟ والله عندك حق.